يصححوا هذا الوعي ويرصدوا منظور إيجابي للأشياء. فأنا بقول يعني خلينا نحب أكتر ونحس أكتر ونحق الناس حقوقهم أكتر ونشعر بالمسؤولية تجاه دوت. بهني يعني الفريق اللي هتسمعوه النهاردة وهيمتعنا بأصواته الرائعة اللي أنا قلت لهم أنا أحب جدا نرعى هذا الفريق ونتحمل أي تكلفة بيستتبعها دوت. بشكر الدراما لأن الحقيقة في دراما راقية. النهاردة عندنا حالة خاصة، قبل كده كان عندنا مايان راسلين كانت بنت صغيرة برضو بتقدم ضيف التوحد، عرفنا برضو الإعاقات الذهنية. أنا هختم بس في الآخر إن أنا بقول إن إحنا كتضامن عملنا مرصد للدراما علشان نشوف قضايا الأسرة هي فين في الدراما، منها القضايا اللي بترصد العنف ضد الأطفال، العنف ضد المرأة، وصمة ذوي الإعاقة، التدخين والإدمان وإلى آخره، وإبرازه بدور بطولي. فالمرصد ده الحقيقة هو صورة يعني بتبقى بتنقل نفسها في تفاعل مستمر بين المجتمع والدراما. الدراما هي اللي بتأثر على المجتمع ولا المجتمع هو اللي بينقل نفسه للدراما؟ فالحقيقة احنا محتاجين دراما اكتر، ولان كلنا بنتأثر بيها، ومحتاجين يعني نشتغل على الادفوكسي مش الاعلانات. انا بتكلم الادفوكسي يعني البحث عن حقوق تلك الفئة وكفالة حقوقها بشكل بناء، بشكل اقتصادي وحقوقي ووطني وتنموي حتى النخاع. بحيي كل اب وكل ام صبروا وبقولهم يعني هنيئا ليكم. هي ممكن تكون منحة مش محنة، هي في ظاهرها محنة لكن في قلبها منحة. قد ايه هم طيبين وقد ايه روحهم الايجابية بتبقى موجودة، وقد ايه لما بنكون جايين لهم في مكان على قد ما بنتي، على قد ما بناخد، على قد ما بنسعدهم، بيسعدونا مرتين قد اللي احنا بنسعدهم بيه. فبنقول لهم يعني احنا مسؤولين عن جزء من هذه السعادة اللي بتسعدونا بيها، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل ليكم في الحقوق وفي الواجبات سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، لكن من حقهم يعيشوا في مجتمع دامج، مجتمع يحترمهم، وفي مجتمع يساعدهم على العيش باستقلالية. لأن كل أم وكل أب بيفكر بعد عمر طويل ابني أو بنتي هيروحوا فين، ومين هياخد باله منهم، ومين هيرعيهم، ومين هيحبهم، وأكيد الناس هتزهق منهم ووائل أخوه. فخلينا ناخد طاقة حب، وكل اللي احنا بنديه بيجيلنا مرتين قده، منها سعادة ومنها تحقق ومنها نعمل لحياتنا معنى جميل في ان احنا نسيب أثر إيجابي في حياة الآخرين. أنا بحيي جدا جدا داليا بكل الحب اللي بتحمله في قلبها، مش بس لابنها، بس الحقيقة لكل، مش بس لابنها، لأولاد الناس كلها. بشوف داليا، بشوف أستاذة سهير، بشوف الناس كلها اللي عندها حد بجد مش بيحبوا أولادهم بس، بيحبوا أولاد الناس كلها، وبيشوفوا في أولادهم أو في أولاد الناس اللي بيشوفوه في أولادهم. فبحييهم وبقول لهم إحنا في ظهركم، ولو غفلنا شوية صحصحونا وما تخلوناش نتشغل، إحنا مش هننسى، ساعات بنتشغل، صحصحونا وماذا حق وراءهم مطالب، كملوا مطالبة بالحقوق، وإحنا اللي المفروض نلبي بكل سعادة وبكل مسؤولية. شكرا جزيلا، وسعيدة أن يكون موجودة مع حضراتكم النهاردة. بنشكر معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج. ودلوقتي في سيدة مرة قالت لي نصيحة أنا عمري ما نسيتها، قالت لي لو نيتك حلوة ما تخافش. هذه السيدة هي الاستثنائية رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم، دكتورتنا الدكتورة داليا سليمان. تحية كبيرة قوي قوي قوي. أنا سليمان رئيسة الجمعية المصرية للأوتيزم، أحب أرحب بالحضور في الحفلة السنوية للجمعية المصرية للأوتيزم. عنوان الحفلة السنة دي ملناش حدود. الجمعية تأسست في سنة 1999
وكان أهم أهدافها التوعية باضطراب التوحد والتشخيص المبكر والدمج. نجحنا فعلا في الدمج أطفال ده في الحضانات وفي المدارس وكمان دلوقتي في الجامعات، وقدرنا نضيف طيف التوحد في قائمة الإعفاء من الجيش. يعني تخيلوا لغاية قريب ما كانش طفل التوحد بيجيله إعفاء من الجيش، لكن لقينا ان احنا لسه في فئة مهملة. كل الجمعيات والمراكز في مصر وبره مصر الحقيقة بيركزوا دايما على التدخل المبكر والسن المبكر، كأن الأطفال دي بعد ما توصل لست سن معين بيختفوا، مش بيحتاجوا أي نوع مساعدة. فبقالنا كام سنة مهتمين أكتر بسن المراهقة فيما فوق، وأولا بدأنا ببرنامج تدريب وتوظيف مع ماكدونالدز، وعملنا معاهم 4 دورات، وبعد كده قررنا نفس التجربة مع كريف ولقينا ناجحة جدا وعملنا معهم 3 دورات، وبعد كده عملنا نفس التجربة مع الاسفار. كل الوركشوبز دي موجودة حوالينا، الولاد هتلاقيهم بيشتغلوا هنا في موري سوشي، في كريف، في الاسفار، كلهم موجودين معانا، وفي سوبر ماركت الفار، وبالفعل لقينا نتائج حلوة جدا. السنة اللي فاتت أسسنا مع مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية أقسام قسم في الجمعية المصرية للأوتيزم مخصوص لتأهيل المهني للتوحد في سن المراهقة، وعملنا كذا ورش، 7 ورش، وهتلاقوهم برضو موجودين حوالينا. من 3 سنين المرحوم المهندس أحمد حلمي من مبنى الشرق جالنا وقال لنا أنا داخل في كايرو ديزاين ويك ومطلوب مني أن أصمم كرسي غير تقليدي ولازم أفكر outside the box. فما قعدت مع نفسي كده قعدت أفكر مين بيفكر outside the box، مين كل حياته outside the box. فالمرحوم أحمد حلمي قال لي فكرت أن الوحيد اللي هيعرفوا يعملوا لي كراسي دي هما الأطفال الأوتيز، وفعلا جه وقعد مع الأولاد وصمموا له كراسي جميلة ودخلنا بيهم كايرو ديزاين ويك، والنتيجة كانت خيالية. بعد كده أحمد حلمي عرفنا على اللي هو عاطف مفتاح اللي هو المسؤول عن المتحف المصري، وجينا فعلا زورنا المتحف ده من 2.5 سنين، كان تحت الإنشاء، كان لسه فيه سقالات، وعزموا الأولاد يتفرجوا وياخدوا فيل أوف المتحف، وطلبوا منهم ان يعملوا نفس الفكره بس ديزاين فرعوني يهدوه للمتحف. وفعلا الكراسي اللي انتوا شفتوهم من شويه هي دي الكراسي اللي صمموها. ودلوقتي هطلب من دكتوره فاطمه سليمان هيد اوف اكسسبيليتي في المتحف المصري تيجي تستلم مننا الكراسي. ترجمة